الحقيقة هذه مبادرة مهمة، لأن كيف تعرفوا الحمامات وال فاش كيكون الغسيل ديال السيارات فهما كيستهلكوا الماء بشكل كبير، ولكن أنا كنظن هذا الشيء غير كافي، لأنه خصنا نتخذوا إجراءات جد صارمة في اقتصاد الماء وفي تدبير الماء، لأن هذا ان ليمون تري امبورطون بالنسبه للبلاد بالنسبه لنا، ولكن مع الاسف خاص مازال اجراءات اخرى وخاصه في الميدان الفلاحي، لان كنلاحظوا انه في بعض كاقليم الرشيديه مثلا هناك ضياع كبير ديال الماء، ماشي دابا ولكن هذا الشيء في السنين الاخيره السنين الماضيه كان غاسبياج ديال الماء، وحنا كنتمنوا انه ان شاء الله تكون محافظه على هذه الماده، لانها ماده حيويه وهي وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا هو يا خصنا نمشيو في هذه المساله هذه بواحد الطريقه اللي هي علميه. الكل كيعرف بأن أزمة الماء الآن هي أزمة حقيقية، أزمة كبيرة وخانقة في البلاد ديالنا. هاد الحكومة والوزير السي نزار البركة وزير التجهيز والماء كانت عنده الشجاعة بأنه كيخاطب، ماشي كيخاطبنا غير حنا كنواب برلمانيين، بل خاطب الشعب كامل المواطنات والمواطنين، وعطاهم الأرقام المفصلة على الحالة اللي حنا فيها. دونك كاينة أزمة كبيرة خصنا نتعاملوا معها، وخصنا ما يسمى بتسيير الأزمات. تسيير الأزمات بعض المرات ما خصهاش تكون فيه العاطفة بزاف، لأن احنا كنفكروا اليوم كنفكروا الغدا وكنفكروا اللي بتغدا. جات تخادت شفنا بان السادة الولاد داروا واحد القرار عاملي اللي فيه بزاف ديال الاجراءات، ياك بزاف ديال الاجراءات اللي منها اللي هي في الغالب ديالها احنا متفقين معاها 100%، ياك متفقين معاها 100%. ولا خرجتي دابا الباركينغ ديال البرلمان غادي تلقى طوموبيلتي هذه جوج سيمانات ما غسلتهاش، باش نكونوا متزنين مع راسنا، رغم انني نقد نغسلها انا في الدار، ياك جوج سيمانات مازال ما غسلتهاش. مي جات من بعد هذا من بين هاد القرارات اللي فيه واحد النقاش هو الاغلاق ديال الحمامات ديال نهار الاثنين والثلاث والاربعاء، ياك. انا شخصيا حنا كاع كبرنا في احياء شعبيه، وحنا كنعرفوا بان الغالب ديال الاحياء الشعبيه مازال ما كتوفرش على دوشات، ياك ما كتوفرش، دونك الناس خصهم لابد ما كيمشيو الحمام ديال الحومه واحد على الاقل واحد المره في الاسبوع، ياك. دونك هاد السيد راه غادي يمشي، اللي موالف كيمشي الاثنين ولا الثلاث ولا الاربعاء راه غادي يمشي الخميس، من الخميس حتى الحد. دونك اشنو غادي يوقع لينا في هذوك الايام المفتوحه؟ غادي يوقع لينا واحد الاكتضاض كبير، غادي تولي الزحامات، وبهذيك الزحامات يقد تستهلك الماء في هذيك خمس شحال دابا هي 4 ايام اللي غادي يتحل، في هذيك الايام اللي غادي يتحل اللي هو كثر كون بقات محلوله الاسبوع المقبل. لهذا انا من هذوك القرارات كاملين هذا القرار هذا اللي عندي عليه تحفظ، وما كرهتش ان الناس وزاره الداخليه ولا الناس اللي خداوا هذا القرار يعطيونا واش عندهم دراسه ولا هذا، لان هذا هو القرار اللي عندي عليه تحفظ، وخفت بان دابا الحال بارد الناس ما غاداش تلقى فين الدوش، ومني خصها تمشي غادي يوقع واحد الاكتضاض كما قلت لك وواحد الزحام، وغادي يكون استهلاك اكثر للماء. اولا هذه الاجراءات اللي دارتها مجموعه من الولايات والعمالات هما اجراءات اللي جاوا تفعيلا للتوجيهات الملكيه السديده بخصوص
الاقتصاد والترشيد ديال استهلاك المياه، خاصة أن بلادنا كتواجه يعني واحد الجفاف اللي غير مسبوق 6 سنوات من متتالية، وكذلك لأن بلادنا كتواجه واحد الفشل في تدبير السياسات المائية لسنوات، وحنا ما استطعناش أننا الحكومات السابقة أنها تدير مجموعة من المشاريع ديال المحطات ديال التحلية ديال معالجة المياه العادمة واستعمالها يعني في السقي ديال الحدائق وديال الغولف وديال هاد المناطق الخضراء. وهاد التداعيات سواء ديال هاد الفشل ولا كذلك ديال الجفاف هي اللي اليوم كندفعوا الثمن ديالها، وهي اللي اليوم كنواجهوها بهاد الإجراءات اللي هي إجراءات واخا هي فيها إجراءات اللي هي حقيقة قاسحة شي شوية، سواء من الجانب الاجتماعي ديال واحد العدد الناس اللي خدامين في الحمامات، واحد العدد الناس اللي خدامين في هذوك المراكز ديال غسل السيارات ديال لافاج، ولكن ما عندنا إلا هاد الإجراءات باش نقتصدوا، لأن احنا كنعيشوا أزمة حقيقية ديال الماء. وهذه دعوة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة باش يديروا اليد في اليد ونحاولوا ندوزوا هاد المرحلة الصعبة في انتظار أنه الله سبحانه وتعالى يحن على بلادنا يعني بتساقطات مطرية اللي تنعش السدود وكذلك ترجع الحياة لمثل هاد المرافق. تجاوبا على تساؤلات ديالكم حول أزمة الماء، حقا الماء هو مشكل عويص في العالم بأسره عامة وفي المغرب خصوصا، وخاصة من تنشوفوا قلة الشتاء يعني وقلة الإملاء ديال بعض المراجات اللي هو جد خطير في نفس الوقت. حقا الدولة بالتعليم ديال سيدنا نصر الله قائمة بالواجب ديالها يعني بتحلية المياه اللي هي غادية فيها يعني لا في أكادير، ولا عطات مثال من الأمثلة وحتى في الدار البيضاء. وأنا بعد تساؤلات ديال بعض المواطنين في جهة فاس مكناس، تيقول لك جهة فاس مكناس هو المياه ديالها تتحول يعني لجهات أخرى، والجهات الأخرى تتحولها فيها البحر، فيها البحور، وهذا البحر يعني في نطاق تسويت معضلة مشكل ديال الماء عن طريق مياه البحار هي كاينة غادية، ولكن غدا من غدا من يوقع قلة المياه في جهة فاس مكناس ما عندهاش البحر باش تهدى. هذه التساؤلات ديال جل المواطنين ديال جهة فاس مكناس، فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الأمور تحسن من حسن إلى أحسن، وتنطلبوا من الله الحكومة تصيب شي حل للحمامات، لأن حقا الطبقة الهشة يعني والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة وخاصة صناع تقليديين والتجار جد 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 صغار يعني غادي يصيبوا واحد المشاكل، وخاصة كما قلت صناع تقليديين والتجار الصغار لازم خصهم يتحموا على الأقل الخميس مرة في السيمانة ليلة الجمعة، لأن ليلة الجمعة تيقولوا هو يعني الليلة ديال آخر الأسبوع ديالهم فاش يمكن لهم ينطفوا، والنظافة من الإيمان. ولكن في نفس الوقت تنطلبوا من الله والحكومة تصيب شي حل لهذه الفئة اللي هي في حاجة للمياه إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.